الله أكبر. 7/8/2012 قصف بالهاون على قرية آبل في ريف حمص. قصف بالهاون على قرية أبل في ريف حمص 8. اللهم اجعلنا من الظالمين يا رب. الله أكبر على من طغى وتكبر. قصف الدفاعي السريع على قرية أبل. الله أكبر عليك يا بشار. الله أكبر. حمص قرية أبل. آثار القصف المدفعي التي تشهده هذه القرية لليوم 6 على التوالي.